مهلا فخامة الرئيس. هؤلاء هم الذين يصنعون الطغاة. الجوع والمرض أنهك الناس، وهؤلاء يطبلون. يا فخامة الرئيس، تمن على شعبك دوما أنك خلصتهم من صفوف العيش ومن صفوف الخبز. بيجيبوا ناس في التلفزيون بيتكلموا، وناس تلقاهم برضو في المجامع العامة قاعدين يتكلموا. والموضوع ده ابتلاء، غلاء الأسعار ابتلاء ولا ما ابتلاء؟ ابتلاء، مصيبة. والمصائب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال المصائب سببها الذنوب، المصائب سببها الذنوب، والدليل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورب العزة والجلال قال ظهر الفساد في البر والبحر، السبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، ده الناس قدام، عشان ما تقول الشغل ده شغل سياسة ولا تابعين لديل، ده القدام الوقت داك ما في ناسك ديل في البلد ما في شين ذاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، قال أذاقنا الله بعض الذي عملنا، ما قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، سيرجعوا لله سبحانه وتعالى. قال أذاقنا الله بعض الذي عملنا، ولو أذاقنا جميع الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة. موضوع ده خطير. الناس ديل الآن الغلدة والذي رفع السماء سبب الذنوب. تقول لي الرسول قال ما تخرج على الحاكم صلى الله عليه وسلم، يقول لك خلونا كلامكم ده يا أخ، بعد العيشة بجنيه ما نخرج، يعني نخرج 200 ومالين الواتساب، بيت صغيرة تكورك يا عمر البشير، العيشة ب500 وكانت وسي بجنيه، وجايبين واحد برضو ميكانيكي برضو هايج، وانا باكل في الفطور 13 عيشة، وفي كله لعب ساي. واحد لقيته برضو في واتساب برضو شغال، الو قلت له البيت وديتها الدكتور، اي كتب لها كم؟ كتب لها شنو؟ 3 عيشات. ارجع اليه واقول له ولا البيدين ده حساسيه، اكتب لها عصيده الدخن. شيخ شغله كلها خروج ساي، كلهم دارين يضحكوا بس، ديلك يعني دارين يضحكوا بس. يا ناس الموضوع ده فيه حديث، ونحن والله بنقولوا ما عندنا منصب في البلد، قاعدين زيك ذاته بنشتري العيشه بجنيه، مرات ما نتغدى ذاته الله يتقبل. انت قال لك نحن يعني رؤساء ما تعبانين زيك، لكن فينا نصبر نسوي شنو دمادين. تلقى واحدين في المنابر هايجين، وهذه الحكومه محمد الامين اسماعيل، معليش الشيخ محمد الامين اسماعيل وفلان وفلان هايجين في المنابر، وهؤلاء ويتقوا الله ومناصحات في المنبر، وقالين لنا شجاعه بعضهم، وده ده فيه خلاف للدين. دار تعرف المسألة دي، أقرأ كتاب السنة لابن أبي عاصم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. ما تطلع تكورك زاي ما برضى لك ولا بيقبل ذاته. هسا يا جماعة زول غبش ساين وقع له في معصية في زقاق، جيت مسكت الميكروفون قلت وهذا الأغبش ولقيته في الزقاق وعمل وعمل، ما بشاكلك بيقبل منك النصيحة بالطريقة دي بيقبلها؟ وده زول غبش ساي زيه وزيك، تطلع في المنبر تكورك واعمل وسوي وتخرج وتسوي ما بتحل أي مشكلة، لكن أنت مش لفي محله. ولك مشيت ما دخلوني، ما دخلوك، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلام سياسيين، قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لكن تناصحه في وشه، كان كتلك انت راجل ما مشكلة،
لكن تكورك زاينة وتعيج الناس وأخرجوا ومرقوا وقاعدوا. أنا لقيت اللي بيقولوا أخرجوا كلهم ما بيخرجوا، قاعد تلقاه راكب براده ومرتاح ويمشي، أفتح الباب الكبير يخرجوا ويتفرج لك في التلفزيون يشوفك أنت اللي خرجت ده، ويقول لك أخرج. والله لو أصلا دين رسول بيقول للصحابة جهاد صلى الله عليه وسلم بيمش قدام بيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب قدام لأنه مقتنع. لما تقول أخرجوا قاعد في جبرة وقاعد ذاك في الصحافة زلط وفي الشرق وذاك بيجاي وده بيجاي وتخش في الناس أمرقوا أمرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تنصحوا في وشه، عشان كذا في الترمذي وفي سنن أبي داود في الكتابين ذل في واحد بسند ضعيف واحد بسند صحيح سند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق، الرواية الثانية كلمة عدل، لكن دي كلمة حق. وين؟ عند سلطان جائر. عند دي ظرفية، ظرف مكان يعني عنده قدامه في وشه، يقول له الشغلة دي أعمل كذي سوي كذي طبق كذي أعمل كذي، كتلك الله يتقبل، أداك بسطونتين قول الله يتقبل ومش وابقى ماري. لكن تكورك لين انت قال السلف بخافوا كانوا بناصحوا، لكن ما بناصحوا في المنابر ولا في الواتساب، زمانهم ذاته ما في الشغلة ولا بيكتبوا، كانوا بواجهوا كذي يمشوا للزول بواجهوا. لكن تكورك كذي دي وهؤلاء ثم إنه الأوزاعي ده قرين الإمام مالك قرينه في العلم، الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، ومشى هناك الجماعة جو العباسيين لما بيقوا يعني على السلطة والحكم كان من أوائلهم عبد الله السفاح، ده معروف في التاريخ، ده بيقول له السفاح بيشيل طوالي الرقبة برا نقاش بيشيلك برا طوالي طوالي يا أبو ليه. والجماعة قالوا جو اتكلموا معاه والوزراء، الزول ده ما خلى زول من الأمويين بس يسمع إنه فلان من الأمويين بيمشي بيعتدي عليهم ويشيل قروشهم ويكتلهم، وحتى بعض القبور قيل اعتدى عليها. في النهاية قال له من يرد علي قولي، ها قال له رأيكم شنو كلامي ده، في زول بيقدر يقول لي أنت غلطان؟ وسفاح ده بتقول له غلطان لا بيقلع عليك ضفورك ولا شيء، ده بيقطعها مرة واحدة يشيل الرقبة بر. فقال له بعض الحاضرين أبو عمرو الأوزاعي، قال له شفت الإمام الأوزاعي ده والله إذا ما بخاف يقول لك أنت غلطان. فقال أتوني به، أنا داير أوريك النصيحة دي في وشه مش برا وجوته ساي. ودي النصوص ودي الشجاعة الأصلية الجد. قال فقال القوم فذهبوا إلى أبي عمرو الأوزاعي قالوا إن السفاح يطلبك، قال له السفاح قال طيب. فذهب إلى داره فاغتسل ثم لبس داخل ثيابه كفنا، بس خلك ورعيه فكات عرف إنه الزول ده شنو أصله، بقول لك كلامه في النهاية داك بيقتل وده ما بدي يسمى نصيحة، لبس له حاجة بيضة بيجوه ولبس فوق لا جلا بيتوجه. فدخل عليه فقال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام أنت الأوزاعي؟ فقال يقول الناس أني الأوزاعي وأنا أبو عمرو الأوزاعي، أنا أهوزات. قال ما تقول في الدماء التي سفكنا وفي الأموال التي أخذنا؟ ها رأيك شنو؟ قال الدم والأموال، الدم رأيك فيه شنو والمال؟ قال له في الماء في الدم، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وهؤلاء قتلتهم وما زنوا، والنفس بالنفس وقتلتهم ولم يقتلوا أحدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهؤلاء ما تركوا دينهم وإنما قتلتهم ظلما. قال فتلمظ السفاح
تلمز الأفعى، ثم استل سيفه ثم أقبل عليه. قال الأوزاعي: فرأيت الناس يلمون ثيابهم. الوزراء بجنبه بلموا في هدومه، قالوا أصل الدم بطير بطير. قال: فلما أقبل علي مددت عنقي، قلت اضرب ها هنا. قال: ما تقول في الأموال التي أخذنا؟ قال: يميتك الله ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يسألك عن الكبير والصغير والنقير والقطمير، فأعد للسؤال جوابا. بيسألك الله، قال له بيسألك يوم القيامة، أمش جاوب. قال قال: فتلمز، فلما أقبل عليه نظر إلى وجهه وقال: انصرف انصرف. قال: لا، أمرك أمرك أمرك. قال: فلما خرجت تعجب الناس، قالوا: يا أوزاعي ماذا فعلت له؟ هذا قال له: ولا كتبت ولا حوطت ولا الحاسج. وطبعا ذلك لا بيكتب ولا بحوط، دي دجل زاي، ما بحواطة في الدين. قال: هذا الذي تخافون منه، شفتوا السفاح ذا؟ والله لما دخلت عليه رأيته كالذبابة. تخافوا منه زاي؟ خافوا من الله. قال له. قال الراوي: فلما مات الأوزاعي نزل السفاح من قصره فأتى المقابر والناس ينظرون، فلما دفن الأوزاعي وقف بالقرب من قبره وقال: والله ما خشيت أحدا مثل ما خشيت هذا الرجل، لما دخل علي كأني أرى الأسد. يعني زول بخاف الله وقال له النصيحة فيه وش. فنحن ما بنقول ما في نصيحة، في نصيحة للحاكم، ده من الدين، وتناصح وتقول له الحق الواضح وتقول له قول بليغ في نفسي، لكن ما في المناظر ولا في الواتساب ولا بالمظاهرات ولا بالجوطة ولا في صوان العيس ولا ولا، ده كله من البدع ومن الخروج الذي ذمه الله وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية. دي سوء خاتمة، تمشي في مظاهرة يقتلوك، دي سوء خاتمة في الشريعة في صحيح مسلم. فميتة جاهلية، قال ابن عثيمين: أي ميت على ميتة أهل الجهل، على ميتة الجاهليين، دي ما ميتة أهل العلم ولا ميتة الشريعة، ده الخوارج. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار، الخوارج الخوارج. لكن تناصحوا في وش، وأعرف إنه الغلا ما من حكومة بس، ما ترميها تقول حكومة، زول عينه للفيل يضعن في ظله، الشغلة دي مننا كلنا صراحة، لأنه الليلة بتمرق برا بتلقى الناس بحاربوا الله بالمعاصي، الرزق ده من منه؟ الرزق عند الحكومة، الرزق الله قال: وفي السماء رزقكم، وما بيقروا القرآن الناس دي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما مصدق؟ قال: فورب السماء والأرض. والله زول الله يحلف له وبعد ما يصدق دخل لي ياخذ راحته. قال لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، توعدون الجنة، رزقكم ده بتاع الدنيا، قيل المطر سبب الرزق وقيل الرزق العام، وأقسم الله قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ده الرزق تمام آي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شنو؟ من حيث لا يحتسب. الناس الله بيمتحن فيهم، بقلون العيشة زمان 20 عيشة بجنيه، كانت ألف زمان العملة 20، كانت طوال ديك، بعد شوي بقت 10، شغالين لسه يبنوا في القباب لسه، ما عليه شيخ، تاني بعد شوية بقوها 5، الحفلات شغالة بقوها 3، كل مرة مارق لنا فنان جديدة، وقف المركب خلي الشباب، ده غرق المركب وزاد العيش بجنب، تاني بعد شوية شغالين 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 لحد ما بقت بشنو؟ بجنيه واحد بس، عيشة بجنيه، 10 عيشات ب10 جنيه. والمشكلة الله قال: وبلوناهم بالحسنات أي النعم والسيئات أي المصائب. ليه ابتلاهم؟ لعلهم يتضرعون، عشان يرفعوا يدهم يقوموا يبكوا له: يا الله الدين العيش، ويا الله الدين والدين والدين، ويدعوا. ابتلاهم عشان يرجعوا له، مواصلين تلقاهم في صف العيش، واحد واقف ورا في السخانة ويدردم في سفته، يا الله امتحنك لسه بتسيف.
إذا الكيس عشان الشغلة تمش، والكيس ذاته غلا، الكيس ما غلا، ومسايب كثيرة جدا وبلاوي. البنزين واقفين في الصف، عربية القلولة أتز وراء أكسن وراء بجاي كذي، بعد شوية تلقى وراء عربية قزاز مرفوع مكيف شغال، واقفين في مش في امتحان، امتحان بتاع بنزين من الله سبحانه وتعالى. أي بدل يرجعوا له تلقى مشغل غنية في الصف ذاته بتاع البنزين، ما مشكلة والمشكلة هذه، دي ما مشكلة في الصف ذاته، دي ما مشكلة يا جماعة، دي معاصي شغالة وحرب لله سبحانه وتعالى. فالأمر كله والذي رفع السماء بيد الله، والقناعة دي لو ما وصلت لك بتدعب في الدنيا، تقعد تقول بألف وبجنيه، ولما تموت شغلتك ماشى. ما حصل سمعنا زوج سوداني، أسألوا عمامنا الكبار ده، إحنا ما شباب صغار، أسألوا الناس الكبار، ما حصل سمعنا سوداني مات بالجوع. وأنا أتحداك الآن جيب لي زول في البلد دي ربط حجر من الجوع، بس وريني اللي جابوه إن شاء الله في إعلان في نص مسلسل محرم كلها جيب، ما في ربط جوع. يا أخي شحات قاعد في البلد دي مرتاح يأكل في اللقشة، ها؟ والقرقوش جزاك الله خير، القرقوش راقد والشغلة كثيرة راقدة والله، يأكل العيش والشاي ذاته بالعيش ومرتاحين وكذا، لكن الشغلة كثرت وغفلة وابتلاءات، والناس دارت عيزاته لمتين ودارت ترجع لله متين. نحن أقول الأمر ده للكل، للكل، ما ترميه في فئة معينة، كلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله أزال عنا البلاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات بتجي، وإلا الآن المال موجود لكن بركة ما في، الزول عنده في جيبه ملان وشايل له موبايل بألف، أول بيقول لك غالية الشغلة دي، شايل موبايل بألف والفين وجيبه فيه قروش، لكن قروش ورق زاي كثيرة وما في حاجة. السبب شنو؟ بركة ما في، بركة ما في. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، والكذب موجود وكتمان العيب موجود، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تبرج موجود، الناس على الله يرضى كيف تبرج موجود في الشارع، تمشي ترى العجب العجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، أسنمة جمع سنام، البخت الناقة، راس قال لك فوق الشعر زي السنام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي مستدرك الحاكم قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. تبرج، نحن ما نقول أي بيت الزول يقول لا أنت ملعونة، لا، في الجاهلة وفي كذا وفي كذا وغير كذا، فأنت تقول شنو؟ الله يتوب عليهم. تبرج بجنبه، سفور بجنبه، مسلسلات شغالة، أفلام، تخش الليلة الأندية تلقى العجب العجاب، تمشي محلات الشغل تلقى الغش والكذب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا ليس منا، ويقول كما عند البغوي وابن المصنف لابن أبي شيبة وفي السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وفي لفظ في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. كان بيقد عيشة بمليار، قال لك ما بتموت إلا حاجتين يتمن، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ده كلكم
ومظاهر الشرك كوم تاني، شرك منتشر وبلاوي ومصائب. ليس الناس ما دارت تعتمد على الله تعالى، والله بيكون ماديات بس. المريض تلقاه متجرس ولك ما عندنا حق العيادة وحق شنو العيادة، سبب ما حلال ما حرام كويس، لكن يرفع يدك لا الله اللي بيش فيه، الله خلقك كامل، علاج مشكلة بسيطة ما بعالجك. وإذا مريضت فهو شنو يشفين، دعاء لله سبحانه وتعالى. وين عليك الله منو اللي بيقوم بالليل يقول يا الله تفرج على أهل السودان مشاكلهم وتفرج لهم كربهم، منو اللي بيقوم كوراك سايب النهار وجوطة ومعاصي، ويقول لك العيش والسجائر شغال يبيعوا فيه، والعربات الدفارات شغالة ماشي، والسكريم شغال داسي بكم ذات، وده بيجاي والباصة شغالة وأي شيء شغال، واللحوم وغيره والأكل ماشي، وما بتعظوا الناس دي كذا. النصوص خليها، الدين كله خليه. سوريا دي ما موعظة للناس، ناس قاعدين عايشين قاموا على الحاكم ومجرم ولا ما مجرم، مجرم معروف ده، قاموا على الليلة في مشكلة، ناس كنت تشوفهم في التلفزيون اوك يشتغل لك مسلسلات بتاعت بعض المحرمة دي يجيبوها، تشوفهم زمان مضاف هسه بيقوا في الاسطوب يشحدوا الناس، نسأل الله يفرج عنا ونأخواننا. في النهاية السبب شنو؟ خالفوا الدين، وما خالفوا المساكين ديل، قد يكون ما خالفوا ديل البيجو هنا، خالفوا ناس رؤوس قوموا الفتن، وفي النهاية حدث الذي حدث. ليبيا ديل بيجاي برضو الناس ما بتتعذ، ليبيا ديل مرتاحين والشغلة وقروش تجيهم في بيوتهم، قلبوا وهذا وقعد 43 سنة مرقوا عليه وجوطوها قتلوه في النهاية، هسي يتمنوا فيه قتلوه هسي ارتاحوا. وغيرهم كتار خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك الناس ترجع إلى الله وتطبق الدين في كل شيء. الدين ده نحن ما نبقى زي شغل علمانية دين في محلات معينة ونفصل من محلات، الدين ده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم شنو كافة، قال ابن كثير في جميع جوانب الدين، وتكون حر في الدين، ما تبقى في طائفة ولا حزب ولا جماعة، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. بتلاقي الله براك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. الناس ترجع إلى الله وتدعو الله وتستعين بالله والله يفرج عنا. عشان كذي في زمن عبد الله بن المبارك وزمن محمد بن المنكدر، والكلام يطول، في رجل من السلف من العلماء الكبار من التابعين اسمه محمد بن المنكدر، وده تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال قحطت المدينة، قحطت المدينة ما في مطر والناس تعبت، قال فخرج الناس يستسقون الله تعالى، يا الله المطر يا الله المطر، قال فلم يسقوا ما في مطر، قال فبينما أنا جالس على سارية لي في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، سارية العمود، قال الناس بعد صلوا العشاء ومرقوا زي صلاتنا دي، قال أنا قعدت اتكيت في عمود أطلب التكي فيه، قال قال فدخل المسجد رجل أسود اللون، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الألوان، وإنما ينظر إلى شنو القلوب والأعمال، وده المقياس والتقوى. قال فدخل رجل أسود اللون المسجد طويل القامة، قال يلبس خرقتين إحداهما يضعها على عنقه، خدها في رقبته نازلة في صدره، والأخرى يستر بها عورته بس. قال فدخل المسجد فتقدم حتى وقف أمام الصفوف، يعني لو الناس قاعدين قدام الصفوف قصاد الصف الأول، ما بزول في المسجد إلا هو بس في الظلمة، طبعا ظلمة زمان إلا ينور السراج، المهم كان مظلم. قال فرفع يديه وهو قائم،
لسه ولا صلى تحية المسجد، فرفع يديه وقال: اللهم إن أهل مدينة نبيك استسقوك فلم تسقهم. أهل المدينة طلبوا منك المطر وإلى الآن ما جاء المطر. اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال ابن المنكدر، ده طبعا عالم، مفروض الألفاظ تكون شنو؟ أقل من كذب. قال: فقلت: أجن الرجل؟ قال: أنا قلت الزول مجنون ولا جن؟ قال: والله ما وضع يديه حتى اجتمع السحاب فنزل المطر، فخشيت أن لا أرجع إلى أهلي. قال: أما خفت مطر الثقيل جاد؟ قال: فخر ساجدا. جاد الفتن والمصائب والغلا، ارفع يدك لله. قال: فخر ساجدا، الزول ده ذاته. قال: فسمعته وهو يبكي في سجوده ويقول: ومن أنا حتى تستجيب دعائي؟ ومن أنا حتى تقبل دعوتي؟ قال: والله ما رفع رأسه حتى أذن أذان الفجر، سجدة واحدة بس، فالناس يعبدوا الله كيف؟ قال: فلما أذن الأذان انتظر فأذن الآخر، قال: ثم أقيمت الصلاة فصلى معنا، ناس جو صلى. قال: فاتكأت على ساريتي أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس. قال: ثم خرج الرجل فتبعته ببصري حتى دخل بيتا من بيوت المدينة أعرفه، البيت. قال: فأتيت بعده وطرقت الباب فاستأذنت، فأقبل الرجل ففتح الباب. قال: مرحبا بابن المنكدر، بعرفه ده ما عالم. قال: مرحبا بابن المنكدر، انت زول عالم الليلة جابك لنا شنو؟ قال: انت صاحبي ليلة البارحة. قال: لا عالم شنو يا زول، انت شغلتك دي ما كبيرة، انت صاحبي ليلة البارحة، انت زول سجدت لها الله وقبلية دعيت وكذي. قال: فتمعر وجهه غضب وقال: وما لك ولهذا يا ابن المنكدر؟ ثم اغلق دوني الباب، قال قفل الباب في وشي. قال: فرجعت فأتيته في اليوم الثاني فوجدت الباب مفتوحا فاستأذنت، فأقبل بعض أهل فقلت: أين صاحبي ليلة البارحة؟ قالوا: هو يعمل إسكافا، إسكاف يعني بتاع نعلات، يعني بتاع ورنش. قالوا: يعمل إسكافا، جمع جلدا له يصنع به النعال، ثم أخذ متاعه لعل أحدا آذاه، ترك المدينة فخرج. قال: والله ما تركت بيتا إلا وطرقته فلم أجده، مرق خلى البلد مرة واحدة. نزول علاقته مع الله تمام إذا صح التعبير، وبيسأل الله سبحانه وتعالى، فالأمر ده بيد الله. شكذي في مستدرك الإمام الحاكم، وأنا أختم بهذا الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن القيم أيضا في الداء والدواء، وهو في مستدرك الإمام الحاكم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه وقال: معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بس في خمس حاجات قال لهم من الحاجات الشر: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. واحد. اثنين. قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، السنين المجاعات وشدة المؤونة، يعني العيش الصعب، وشدة المؤونة وجور السلطان، يعني ظلم الحاكم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة
وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم عهد الله التوحيد، مع عهد الله التوحيد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا جنو الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. التوحيد واستخفروا، والله في البلد دي خفر إلا من رحم الله. حجبات ويعلقوا في الطفل كمون من العين، ما بيحفظ الله موج كمون، المخزن بتاع الكمون ذاته بلم في حرامي بيسرق شوال كمون بيبقى مال، وكمون بيحفظ لزول كمون. خواجات ديل ما عايشين كفار ومجار ما لا بعرفوا كمون ولا أي شيء، وقاعدين ولا عين وممكن يديون عين، لكن في النهاية بيحفظون الله سبحانه وتعالى. في الدنيا دي متاع قليل، بيحفظك الله ويعتروا يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، فلان ماتوا مات يا فلان الحقنا وافزعنا، وتروح حاجة يمشوا لفلان حوط لي، ده كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وما خفر قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، إلا جعل بأسهم بينهم. ولذلك الكلام يطول، والآن الابتلاءات حاصلة والشدة موجودة، ونسأل الله العافية، بل صار البأس حتى في المساجد. عشان كده والله أنا من هذا الباب وأختم بهذا السؤال وأعتذر لبقية الأسئلة، أشكر أهل هذا المسجد جميعا. فنحن في ختام هذه المحاضرة نشكر الجميع على حسن الاستماع، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في أوقات الجميع وفي أعمارهم ويتقبل منا ومنهم، ونأسف للإطالة، وإذا أغلظنا في القول فالمراد بيان الحق والنصح للأمة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.